تعد الانتخابات مؤشرا هاما لواقع أي دولة، حيث إن معظم التيارات السياسية والأفكار والآراء والمبادئ والقيم التي تسود المجتمع تنعكس سلبا وإيجابا على الانتخابات ونتائجها ودرجة فعاليتها. ومن أجل هذه الغاية النبيلة أصدر معهد البحرين للتنمية السياسية كتابا بعنوان الانتخابات والتحول الديمقراطي في مملكة البحرين. التقرير التالي يقدم مزيدا من التفاصيل.